مرحبا جميعا، أنا عمار معكم من جورجيا. كيف الصحة؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم راح نتكلم عن الإقامات في جورجيا وكيف فينك تحصل على إقامة وشو أنواع الإقامات ومدتهم. يلا نبلش الفيديو. لكن الكل بيعرف عن جورجيا وكل بيعرف أوضاع جورجيا، أنا حابب أتكلم عن الإقامة، مدة الإقامة وكيف فينك تحصل على إقامة. أول شيء إن في نوعين من الإقامة، الإقامة الدائمة يلي هي 5 سنوات، والإقامة العادية يعني السنوية المؤقتة يلي هي السنة، فينك تحصل عليها لمدة سنة وفينك تجددها إذا تم الشروط، يعني تمت الموافقة على الشروط. كيف فينك تحصل على إقامة؟ أول شيء الإقامة الدائمة 5 سنين، مشان تحصل على إقامة 5 سنين عن طريق الاستثمار لازم يكون عندك أقل شيء ملك بقيمة 300,000 دولار. طبعاً هدول في خبرة هن بيعطوك التقرير إنك عن جد عندك عقارات أو عندك حساب بنكي أو عندك أي استثمار بقيمة 300,000 دولار، فبتحصل على إقامة لمدة 5 سنوات أنت وعائلتك. الطريقة الثانية إنك تحصل على إقامة سنوية إنك تشتري بيت عقار بقيمة 100,000 دولار. طبعا كمان الخبراء يعني هن الاكسبرتس يروحوا بيقيموا اذا عن جد هالمبنى او هالعقار حقه 100,000 دولار، اذا كان تحت 100,000 دولار ما بيعطوك. ممكن التقرير يعطيك انه حق المبنى 95,000 دولار مو 100,000 دولار، ممكن وقت الشرطي او هو الموظف المسؤول عن هالتسوية ممكن يقول تمام انا بوافق على 95,000 دولار، بس أقل من 90,000 دولار ما بظن يوافقوا. هو المبلغ 100,000 دولار، ومثلا أحيانا مثلا في عالم يشتري بيت هو بيكون حقه مثلا 50,000 بس بيكتبوا بالعقد 100,000، هذا ما راح يمشي الحال لأنه هون في خبير بيجي بيكشف على البيت وبيكشف على السعر الحقيقي للبيت، القيمة السوقية في باطومي. لهيك ديروا بالكم من هالموضوع. الإقامة عن طريق الاستثمار أو فتح شركة أو شغل في جورجيا، طبعا لازم يكون عندك شركة تفتحها في جورجيا ويكون عندك موظفين جورجيين وتدفع لهم الضريبة، يعني تدفع لهم التأمين الصحي الجورجي كل شهر، يعني ما مشكلة كم موظف عندك، المهم انك يكون عندك دفع ضريبي للدولة، يعني تفيد الدولة بحوالي 50,000 لاري كل سنة، يعني تقريبا 15,000 دولار. يعني هذا لازم يكون مربح الشركة الصافي حوالي 200,000 لاري، 100-200,000 بالحدود، يعني تقريبا بين 50,000 و100,000 دولار لازم يكون عندك ربح صافي لإلك. هيك خلال هالرقم يطلع معك حوالي 50,000 لاري لازم تدفع ضريبة، يعني أقل بشوي أكتر بشوي هذه الشغلات ما بتأثر، المهم يكون إنك عم تفيد دولة، مهم انك عم تفيد الحكومة، مهم انك عم تدخل مصاري على جورجيا وعم تربح وعم تربح الحكومة انك تدفع الضريبة. لهيك طبعا بيقبلوك يعني بيعطوك الإقامة. هلا نيجي على الإقامة عن طريق انك لقيت فرصة عمل في جورجيا. فرص العمل في جورجيا قليلة جدا من ناحية العمال، انك تيجي تشتغل في جورجيا صعب جدا، بس نقول انك لقيت فرصة عمل. اول شيء هدول بيقولوا لك اعطيني 1,000 دولار بعمل لك عقد عمل، تقريبا 90% منهم نصابين دير بالكم، حتى 99% منهم نصابين دير بالكم. هلا الشركه كيف فينا توظف وفينا تعطيك اذن عمل؟ لازم يكون عندها اقل شيء اكثر من 3 عمال جورجيين، زائد يكون عندها ربح مالي كبير اقل شيء حوالي 200,000 لاري بالسنه، يعني سنويا هالشركة عم تربح حوالي 200,000 لاري وعم تدفع ضريبة أقل شيء للدولة سنويا 50,000 لاري. طبعا إذا قدمت يعني اشتغلت بلشت تشتغل أقل شيء لازم يكون صار لك مشتغل 3 شهور، يعني وقعت عقد العمل وبلشت على الشغل الشهر الأول الشهر الثاني الشهر الثالث لحتى تقدر تقدم على الإقامة. السبب انه كان في كتير عالم عم تستغل هالفرصة انه تشتغل بشركات او تفرجي حالها انها عم تشتغل بشركات بس هي ما عم تشتغل، لهيك بيجوا بيفحصوا انك اذا انت موجود بالشغل ما انك موجود بالشغل مرتين ثلاثة، حتى بيجوا يفحصوا رواتب الشهرية عن طريق البنك تندفع،
التأمين الصحي لازم يشوفوا كل شيء. بعد 3 شهور بقى فينك تقدم أنت تقريبا خلال 6 شهور، يعني بعد بين 3 شهور و6 شهور تحصل على إقامة العمل، وهي يمكن حسب مدة العقد. إذا العقد سنوي بيعطوك مدة إقامة سنة، العقد سنتين بيعطوك مدة إقامة سنتين بهالشكل. بس لازم يكون مستوفى الشركة، لازم يكون مستوفى المتطلبات. يعني مثل ما قلت أقل شيء لازم تربح الشركة بالسنة 200,000 لاري، وتدفع ضريبة 50,000 لاري، يكون عندها عمال جورجيين، ووقتها فينا تطلع لك إقامة عمل. الطريقة الأخرى هي عن طريقة الدراسة. هلا مثلا إذا أنت أردني وبدك تدرس سنة مثلا بجورجيا نفترض، ما بيعطوك إقامة، لأن الأردنيين معهم حق يعيشوا سنة كاملة في جورجيا من دون إقامة، من دون ما يطلع برا جورجيا. لايك مثلا إذا مدة الدراسة 4 سنين بيعطوك مدة إقامة 4 سنين، إذا مدة دراستك سنتين بيعطوك إقامة سنتين حسب الدراسة، حسب مدة الدراسة بيعطوك إقامة. طبعا كل العرب هم يقدموا على إقامة طالب ما عدا السوريين والعراقيين تقريبا، لأنهم ما عم يرجعوا على بلدهم عندهم. وحتى مثلا سوريا، الحكومة السورية معترفة بإقليمين هم مفصلين عن جورجيا، لذلك جورجيا مع الحكومة السورية عندهم علاقات سيئة جدا جدا جدا، لهيك ما كتير بيدونهم السوريين يدخل على جورجيا. لهيك مثل ما قلت مدة الإقامة تنعطى على كم سنة راح تدرس في جورجيا على أساسها. هلا بنيجي على موضوع غيره، موضوع الإقامة عن طريق الزواج. الإقامة عن طريق الزواج آخر فترة صارت الحكومة الجورجية تدقق كتير كتير وما تعطي إقامة عن طريق الزواج، لحتى تتأكد 100% أنك عن جد متزوج، ومتزوج عن حب أو متزوج لأنك بتحبوا بعض، ما أنك متزوج لمصلحة. لهيك الإقامة عن طريق الزواج صعبة جدا جدا إذا ما أنك عايش أقل شيء. يعني مثلا أنا متزوج صار تقريبا سنة لهلا ما أخذ إقامة، ما أعطوني الإقامة مع إني جنسيتي التركية. لهيك على مثلا الأردني التركي بيحق له سنة، لهيك عم يقولوا مثلا أنت خليك سنة، بعد سنة إذا ما طلقته بتقدم على جواز على الإقامة عفوا. لهيك عن طريق الزواج صعب إذا ما كنت لازم يتأكدوا إنك عن جد متزوج، ما متزوج مصلحة. لهيك بيجوا بتأكدوا بيفحصوا البيت مثلا إذا عايشين سوا ولا لا، بيجوا مثلا كبسات أحيانا موجود أنت بالبيت أو لا. لازم يكون أقل شيء زواجك صار له 6 شهور، يعني قبل 6 شهور متزوج فينك تقدم وقتها، وشوي شوي فينك تحصل الإقامة. طبعا مثلا مثل ما قلت الأتراك والأردنيين لأنهم معهم مدة سنة، لهيك بيقولوا لك انتظر ما تقدم دغري، مثلا بعد الزواج بشهر ما تقدم على إقامة، انتظر لك 2-3 حتى 6 شهور حتى السنة كاملة، وبعدها فينك تقدم على إقامة. طبعا هالإقامة بتنعطى أول شيء سنة سنة أو 5 سنين حسب بقى مثل ما قلت الموظف. بتعرف أنتو كل موظف على شكل، كل موظف تفكيره شكل، وكل موظف فكرته عن الأجانب أو فكرته عن شي دولة معينة شكل تاني. لهيك كل واحد يفكر بشكل طريقة ما. مثل ما قلت هي هي الطرق الحصول على إقامة في جورجيا. طبعا في طرق تانية بس ما كتير بنصح فيها، مثلا طريق عن حصول الإقامة عن طريق اللجوء. جورجيا ما بتقبل اللجوء، جورجيا يعني التجئ برواندا التجئ بالصومال أحسن لك بالالتجاء بجورجيا. يعني جورجيا مثل ما الدولة بالنسبة للموظفين للعمال وللاجئين ما لها كويسة، حتى سيئة جدا جدا. أو مثلا إقامة عن طريق إذا كنت مثلا جورجي بس بالحقبة السوفيتية تم نفيك على غير دول، مثلا في مثلا الأتراك اللي بعتوهن على تركيا فينهن اللي يحصلوا تايمر الإقامة الجورجية وبعدها يحصلوا على الجنسية، إذا طبعا ثبتوا أنهم من جورجيا، يعني أنهم ولدوا أبائهم أو أجدادهم ولدانين في جورجيا وهن من جورجيا أصلا. طبعا إذا ثبتوا هذه الطريقة فينهم كمان يحصلوا الإقامة والجنسية. غير هالطرق يعني طرق مستحيل غير هالطرق تحصل إقامة. وانتبه كثير منيح من أشخاص يلي بيقولوا لك نحن بنطلع لك إقامة، إقامة جورجية صعبة، جنسية جورجية صعبة، إذا ما معك مصاري صعب، إذا ما عم تشتغل وتفيد الدولة صعب. هون ذاتنا حاليا حكومة جورجيا إذا بتفيدني، يعني إذا بتدخل لي مصاري، إذا بتربحني، إذا بتعمل لي، إذا بتفيدني، إذا بتخلي دولتي تستفاد، تدخل لي مصاري من غير دول، تعمل لي شركات، تفتح شركات،
خلي الاجانب يزعوا جورجيا تماما، انت عيني بتعطيك اقامه بتعطيك حتى الجنسيه بعد فتره، بس اذا انت جاي بس تشتغل وتعيش في جورجيا او جاي بس تربح من حكومه جورجيا، ما عم يقولوا يلا الله معك او يضايقوك او ما يعطوك اقامه او او او, أو. يعني مثل ما قلت الحكومة الجورجية حاليا مهتمة بنفسها مهتمة بشعبها، ما عم تهتم بحدا ولا حدا، لا عن طريق اللجوء كحالة إنسانية أو كحالة اضطرارية أو اللي جايين من الحرب اللجوء من الحرب، يعني ما كتير مهتمة بهالأمور، لهيك ذاتا اهتماماتها بشعبها واهتماماتها كيف إنها تدخل على الاتحاد الأوروبي. ممكن تدخل على الاتحاد الأوروبي في الفيديو القديم فيكم تشوفوا، لا نشوف شو الله بيسر ما بعرف. اذا عجبكم الفيديو والمواضيع عن جورجيا بتمنى منكم تشتركوا بالقناة وتعملوا لايك على الفيديو. شكرا لمشاهدة الفيديو، مع اللقاء، مع السلامة، باي باي. I don't ever slow up, no I don't take